عندنا بعد كده ترند غريب شوية. الترند اللي موجود على السوشيال ميديا هو الحواجب الملونة. احنا طبعا عارفين شعرك اصفر بتبقى حواجبك صفرة، شعرك اسود بتبقى حواجبك سودة، او حتى بيبقى لون افتح زي ما شايفين دلوقتي على الشاشة. الحواجب الحمراء، الحواجب المشرقة، هيبان لنا دلوقتي في الصورة اللي جاية اهو الحواجب واخدة من اللون البينك طالعة على اللون الأزرق. دي بقت موضة وهي لحد ما مقبولة دلوقتي، مقبولة ما بين الانفلونسرز، مقبولة ما بين البلوجرز والسوشيال ميديا. ناس كتيرة جدا، في ناس مبسوطة بيها جدا وفي ناس خايفة ان هي تجربها، انما هي مقبولة، مش من الحاجات اللي احنا دايما قلنا عليها ممكن ما تبقاش مقبولة لناس كتيرة قوي.